انا عارف احساسك، بطوله مهمه، واحد من اغلى الناس كان بيبقى موجود معاك في كل البطولات دي، لكن مبروك. اكيد هو فرحان، فرحان بيك، انت نجم كبير ولاعيب كبير والبطولات دي اكيد بتضاف ليك وبتهديها لروح والدك. الف مبروك يا احمد، ويعني مزيد من البطولات ان شاء الله مع النادي الحمد الاهلي. الحمد لله، شكرا على كلامك، ربنا يخليك. مبروك لينا ومبروك للنادي الاهلي، احتفال في وقت كويس، قدرنا نحتفل مع الجمهور. عندنا بطولة مهمة جدا خلاص قربت، كلنا مركزين، هنقفل خلاص صفحة افريقيا وصفحة الدوري. عندنا سوبر، عندنا بطولة مهمة جدا، كلنا طبعا عارفين ليه المنافس التقليدي بتاعك، فربنا يكرمنا ان شاء الله يعني في اللي جاي. الجماهير يعني ساب الاحتفال بالدوري وساب مباراة جورماهيا والسوبر يا اهلي، اكيد بطولة مهمة وخاصة زي ما انت قلت مع منافس تقليدي. فكره ان انتوا كعبكم عالي الفتره الاخيره والزمالك شويه بعيد، شايف ان دي ممكن تاثر ولا لا؟ مباراه القمه ملهاش مقاييس. لا، ما فيش حاجه اسمها كعبكم عالي، لا هو ده بيبقى ماتش ليه حسابات ثانيه، وكمان ده فاينل يعني مش ماتش في الدوري، فاكيد نادي الزمالك فرقه كبيره، فرقه محترمه، اكيد منافس قوي، فلازم نركز 100% زيه زي اي ماتش عشان نقدر ان شاء الله نكسب ونفرح الجمهور ونعمل حاجه لنفسنا. مبروك، ربنا يرحم والدك، انت مثال جميل للاعب كره القدم المصري، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. شكرا لذوقك، ربنا يخليك.